يلا طيب ايش رايكم ناخذ مشاركاتكم الاثنين؟ يلا تعال هنا، تعال هنا يا بطل، وقول بسم الله وادينا مشاركتك عشان لا نتاخر عليك. يلا قول المشاركه اللي عندك. فين رايح؟ حقتي. ها حقتك ايه، ما عندي مشكله. يلا ايش ايش طيب روح شويه كذا شويه عشان كل واحد ياخذ مشاركته لحاله. اديني اسمك اول شيء بعدين قول المشاركه عشان الكاميرا. يلا اسمي عبد الرحمن سعد الغيلان من صف ثاني فاق البديعه. طيب ايش رايك انا امسك لك المايك؟ يلا ادوات استفهام، اين اسعان المكان، كيف اسعان الحال، متى اسعان الزمان، كم اسعان عن العدد، من اسعان العاقل، ماذا اسعان عن غير عاقل، لماذا؟ لماذا؟ سؤال عن السبب، هل سؤال عن الإثبات أو النفي؟ ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها علامات إيه؟ ما نسامع، كلها علامات إيش؟ ما شاء الله تبارك الله، أنا بأوري الجمهور الورقة عشان يشوفوا كيف الترتيب، ما شاء الله تبارك الله، لكن أودي أسألك سؤال، خلونا ناخذ المشاركة معاه، خلونا ناخذ المشاركة معاه، بعدين حنيجي لكل واحد بمشاركته، مين علمك ما شاء الله تبارك الله هذا الإبداع؟ امسك المايك، امسك المايك، ايوه قرب المايك، ايوه. مين علمك هذا الابداع ما شاء الله تبارك الله وشكل هذه الورقه الجميله وترتيبها؟ انت؟ لا امي. الوالده ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظها، يعني الوالده علمتك كيف تكتب هذه العلامات وما شاء الله تبارك الله وعن ايش تدل، صح؟ ما شاء الله تبارك الله، طيب ايش نقول له؟ تحيه قويه. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية ومشاركة جميلة جداً.